قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم إن المنظمة تتعقب حاليا عدة سلالات من فيروس كورونا تنتشر في الولايات المتحدة وبريطانيا. وأضاف تيدروس أن هناك مخاطر من ظهور سلالة أخطر يمكن أن تتسبب في زيادة مفاجئة في عدد الإصابات والوفيات، مشيرا إلى أن المنظمة ستنشر في وقت لاحق تقارير يقيم مخاطر السلالة الجديدة. كانت المنظمة قد أصدرت مجموعة من التوصيات الدائمة المتعلقة بكوفيد-19 والتي حثت فيها الدول على مواصلة تسجيل البيانات بشأن المرض وخصوصا عدد الوفيات الناجمة عنه ومدى انتشاره، كما أوصت بمواصلة تقديم التطعيم.